سوالف عامة عن موضوع التكاثر في الخيل. طبعا الخيل تبلغ جنسيا بعمر سنة وثلاثة أشهر للأفراس وسنة وسنة ثلاثة أشهر وستة للذكور. هذه البلوغ معناها ما معناها أن يكون نضوج كامل وتهيئة للتكاثر، وإنما فقط تحتاج فترة زمنية لعمر أكثر من سنتين ونص إلى ثلاثة حتى يتم البلوغ الكامل والتجهيز إلى برنامج التكاثر. احنا نعرف الخيل موسمية التكاثر، أي أنها تكون جاهزة للتكاثر في موسم معين وهو موسم الربيع أو الصيف المتأخر. كيف؟ عندما تكون الخيل بالشتاء، شوف سبحان الله الخالق العظيم، الخيل في موسم الشتاء لا يوجد أكثر الدول بها علامات التكاثر اللي هي العطاف، بالخيل نسميه العطاف. فالعطاف يبدأ عند الموسم. كيف؟ بالشتاء ماكو عطاف، اكو شعر طويل ومبهذل الخيل، لكن عندما يبدأ النهار يطول والفترة الضوء تطول راح تتأثر الخيل ويبدأ الشعر يتساقط مال الشتاء، وتظهر الخيل بمظهر لائق جاهزة لأن تكون أنيقة وجاهزة للتكاثر. فهذه الفترة اللي بها الإضاءة طويلة مثل الربيع راح تأثر على الجسم الصنوبري بالمخ، وبالتالي يأثر على الغدد النخامية وتطلع الهرمونات سواء جي ان ار اتش او ال اتش او اف اس اتش حتى ينشط المبيض ويبدي يسوي لنا جريبة للبيضة يعني في داخل المبيض وتنمو، وبعدين تطلع هذه البيضة. قبل ما تطلع البيضة يسموه الأوفيليشن، أنه تبيض المبيض يبيض، يسموها حالة الإيسترس اللي هي العطاف بالخيل، مو مثل باقي الحيوانات الصراف وكذا وكذا. فتبدأ علامات العطاف اللي هي من 5 إلى 7 يوم تستمر عملية العطاف وتبرز علامات على الفرس العطاف بقبولها للذكر، وتشوف الاذنين إلى الأسفل والشليل إلى الأعلى وتتقبل، ليس بعكس ما هي إذا كانت خارج الإسترس لا تتقبل الذكر. بعد ذلك يصير قبل 48 ساعة من نهاية العطاف تطلع البيضة من المبيض، تنتظر الفيرتيلايزيشن يسموها، تنتظر الذكر للخصوبة حتى تتحول من بيضة إلى جنين ويحدث الحمل. إذا ما حدث الحمل إيش راح يصير؟ راح يطلع عندنا بروستاغلاندين، هرمون من بطانة الرحم يأشر يقول يا ترى ماكو حمل صار. فاللي يصير يرتفع الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي، ويقل البروجسترون اللي هو الهرمون مثبت الى الحمل. فتستمر الدورة او دورة العطاف كل 21 يوم، يعني بين نزول بيضة واخرى فترة 21 يوم، يعني هي فترة العطاف 5 إلى 7 يوم، لكن الفترة الدورة للعطاف هي 21 يوم، يعني بين بيضتين. وهذه تستمر دورة العطاف ما طول أكو فترة ربيع، ما طول أكو فترة إضاءة. شوف الخيل قد جميلة، شنو تفكر تعرف، هي تبيض في وقت الربيع على أمل أن يصير الحمل وتصير الولادة، وبعد أن تصير الولادة بالسنة القادمة قبل شهر
يعني معناها بالربيع يعني توفر كافة المواد الغذائية سواء الأعلاف الخضراء وغيرها لتكون جاهزة لتغذية الجنين بشكل جيد. إذن الخيل موسمية التكاثر، في بعض البلدان تكون هناك مواسم مختلفة لا تنطبق عليها هذه الحالة فتستمر الفرس بالعطاف طول السنة ما لم يحدث الحمل اللي هو لفترة 330 يوم زائد ناقص 10 يوم نحسب لها، ويحدث وتحدث الولادة في الخيل في موسم مناسب تتوفر به المواد الغذائية. شكراً.